بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة والأخوات والمستمعون والمستمعات بتحية الإسلام والسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا فيما سبق من الحلقات عن شروط المال الزكوي، وذكرنا من بينها أن يكون المال فاضلا عن حاجة الإنسان الضرورية، وأن يكون مملوكا ملكا تاما للشخص المزكي. والشرط الثالث الذي تكلمنا حوله هو أن يحول على المال الزكوي حولا قمريا كاملا. وهنا نريد أن ننبه بأن الحول إنما يحسب بالأشهر العربية وليس بالأشهر الشمسية أو الإفرنجية، ونقصد بالأشهر العربية التي هي محرم وصفر وربيع الأول وربيع الثاني وإلى آخرها من الأشهر الاثنى عشر، والتي هي معلومة لديكم. وأما الشرط الرابع وهو أن يبلغ المال النصاب، أي بمعنى أنه يبلغ مقدارا معينا حدده الشرع والشارع سبحانه وتعالى. وقد جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث الذي رواه ابن عباس: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، والأوقية 40 درهما، وليس فيما دون 20 مثقالا صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة، يعني 5 أبعرة، وليس فيما دون 40 شاة صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. هذا الحديث الذي يوضح لنا النصاب في جميع الأموال الزكوية، ومن بينها الذهب والفضة. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول ليس فيما دون 5 أواق صدقة يقصد بها الفضة، فالأوقية كما جاء في الحديث 40 درهما، أي بمعنى أنه ليس فيما دون 200 درهم صدقة من الفضة. ولو أتينا إلى حساب ذلك فإن 200 درهم تساوي 595 جراما من الفضة. وجاء في القسم الثاني ليس فيما دون 20 مثقالا صدقة، وهنا يقصد به الذهب، والمثقال هو ما يعادل دينارا من الذهب، والدينار الواحد يعادل 4 جرامات وربع، أي نصاب الذهب 85 جراما من الذهب. وفي ذلك عدة تنبيهات. فيقصد بالذهب أن يكون الذهب خالصا، أي بمعنى أنه لا يكون فيه شوائب. والذهب الخالص هو ما يصطلح عليه في عصرنا بقيراط أو عيار 24، أما ما دون ذلك فقد خالطته شوائب. هذه الشوائب هل تؤثر على النصاب أو لا تؤثر؟ فهنا قد قرر أهل العلم بأن الشوائب إن كانت كثيرة فإنها تؤثر على النصاب، وإن كانت قليلة فإنها لا تؤثر على النصاب. هذا ما أردنا أن نذكره في هذه الحلقة، وسنذكر بعض الأمثلة التوضيحية في حلقتنا القادمة. وإلى ذلك الحين فحصنوا أموالكم بالزكاة.